أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: عندي ابن في 9 من عمره آخذه معي إلى حضور الدروس العلمية، وهو كاره رغبة مني لتعلمه ما يفيده، لأن جلوسه في البيت مضيعة للوقت، فما نصيحتكم لي والحالة هذه؟ هذا شيء طيب، ننصحك بالاستمرار عليه، وأنك تأخذه معك ولو كان ما يرغب، هذا يبي يلعب ويبي اللعب مع الأطفال ومع بني جنسه، أنت تأخذه وتعوده حضور الدروس وجلوس في المسجد، هذا من تربيته، هذا من صالحه، وسيجد فائدة هذا إذا كبر، يجد فائدة هذا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم.